بسم الله الرحمن الرحيم، معكم المهندس يوسف الحراني من قناة تيرمينس. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة ورائعة من كورس أنشئ مشروعك الخاص. واليوم إحنا معكم بالحلقة السادسة من هذا الكورس، واللي بيحب طبعا يراجع حلقات الكورس حيجدها في قائمة تشغيل خاصة بها. وبنذكركم بالحلقة الماضية التي كانت بعنوان رئيسي هي كيف أجد فكرة مشروعي الخاص، واستعرضنا فيها بعض النقاط الخاصة اللي هي ممكن تساعدك على إيجاد فكرة مشروعك الخاص. وحلقتنا اليوم طبعا هي استكمال للحلقة الماضية، حنستعرض فيها أهم المصادر والوسائل اللي ممكن تكون لنا خير دليل ومساعد على إيجاد وبلورة فكرة المشروع الخاص بنا. فخليكم معنا لنتناول هذه المصادر بعد هذا الفاصل، وركزوا معنا كويس لأن هي حلقة مفيدة جدا إن شاء الله وقيمة. وخلينا أعزائي المشاهدين نستعرض معكم الخطوة الأولى، وهي البحث في موقع محرك البحث العالمي جوجل، بالإضافة للمجلات والمكتبات العلمية المتخصصة في مجال البزنس وريادة الأعمال. أما بالنسبة للخطوة الثانية فهي ممكن أنا أبحث في المشاريع المشابهة لفكرة مشروعي أو المشاريع المتناقضة طبعا، وأدون يعني ما يطرأ في عقلك من أفكار، وبعد هيك بتيجي مرحلة التحليل في مرحلة لاحقة بعد ذلك. الخطوة الثالثة هي أنه تحول شغفك أو فكرتك أو خبرتك إلى مشروع تجاري أو إلى خدمة أو إلى سلعة تبيعها، ومن خلالها أنت تكسب إيراد كويس ومحترم. وخلينا يعني نذكر بالحلقة الماضية، حتجد هذه الخطوة مفصلة بشكل كبير في مثلث تقييد الفكرة. أتمنى أنه أنت ترجع للحلقة الأولى وتتابعها، حتجد في تفاصيل أكبر عن هذه الخطوة. أما بالنسبة للخطوة الرابعة فهي أن تجمع بين الأفكار المتشابهة أو الأفكار المتناقضة، وتحلل هذه الأفكار، شو العامل المشترك بينها أو العامل المتناقض ما بينها، وممكن أنت تخلق من بين هؤلاء العوامل اللي هو مشروع جديد أو خدمة جديدة أو سلعة ممكن أنت تبيعها للناس في هذا السوق الكبير. طبعا والخطوة الرابعة تعتبر مبدأ من مبادئ استراتيجية المحيط الأزرق اللي بتعتمد عليها تشكيل هذه الاستراتيجية، واللي حنستعرض معكم هذه الاستراتيجية في حلقات منفصلة بإذن الله تعالى في قناة مينت. أما بالنسبة للخطوة الخامسة فهي انظر إلى المشاكل أو الاحتياجات القائمة في مجتمعك والتي يحتاجها مجتمعك أو أنت تعاني منها شخصيا، اعمل على إيجاد حل لهذه المشكلة القائمة بشكل خدمة أو بشكل سلعة تقدمها، لتعمل على حل هذه المشكلة كمشروع تجاري، وبالتالي أنت ساهمت في حل مشكلة مجتمعية وإيجاد مشروع أو دخل خاص بك يولد عليك باب رزق جديد. الخطوة السادسة أعزائي المشاهدين، انظر إلى سوقك وانظر إلى السلع الغير متوفرة في هذا السوق واعمل على جلبها، واسأل زبائنك، اسأل السوق الذي تبيع فيه ما هي السلع الغير متوفرة في سوقك واعمل على جلبها من السوق الخارجي، وبالتالي هنا ممكن يكون مشروع تجاري يعني يحقق لك إيراد كبير. وصلنا معكم أعزائي المشاهدين الخطوة السابعة، وهي عرض منتج أو سلعة بطريقة مميزة أو بطريقة عرض إبداعية مختلفة عن سابقتها. يعني منتج موجود في السوق ممكن أنت تطور وتحسن من أداء هذا المنتج من خلال إضافة قيمة أو خدمة عليه، من خلال طبعا الشكل، اللون، من خلال اللي هو التوصيل، من خلال إيجاد مساحة أو مكان للعب للأطفال، أو من خلال إيجاد موقف للسيارات وهكذا. يعني حاول تحسن على هذا المنتج أو الخدمة بإضافة خدمة جديدة. يعني هذا طبعا لا يكلفك شيء، ليش؟ لأنه المنتج موجود أو الخدمة موجودة، ولكن أنه أنت بتعمل على إضافة خدمة يعني بسيطة أنه تساهم في تغيير شكل وتقديم وعرض هذا المنتج في سوقك المحلي. وخلينا نضرب مثال على شركة سانجيرا التي طورت الحركة الميكانيكية لآلة الخياطة بالرجل بدلا من اليد، وبالتالي هي يعني أضافت شيء جديد أنه استخدام مكنة الخياطة من خلال الرجل بدلا من اليد. أما بالنسبة للخطوة الثامنة فهي مراقبة المنافسين وتحليل الأسواق، بالإضافة إلى زيارة المؤتمرات والمعارض الخاصة بالشركات والخدمات والمنتجات، بالإضافة إلى أيضا الاطلاع على براءات الاختراع اللي بقدمها المبتكرين والشركات اللي هي طبعا ترعاهم، اللي هي مؤسسات عالمية قد تكون هي نواة وخطوة جيدة لإنشاء فكرتك أو مشروعك الخاص.
أما بالنسبة للخطوة التاسعة فهي الشركات الناشئة أفكارها الملهمة والتي لم يلتفت إليها كبار السوق، وهذه ممكن تكون هي نواة لإنشاء أفكار كثيرة من المشاريع اللي أنت يعني لم تخطر على بالك أو على عقلك نهائيا. حاول أنه أنت تتبع دائما أخبار الشركات الناشئة وتشوف أفكارها، وتحاول أنه أنت يعني تعتمد بعض الأفكار أو تفكر وتحلل بعض الأفكار اللي هم بيطرحوها اللي ممكن أنت تستفيد منها لإنشاء مشروعك الخاص. وأنا طبعا عملت اللي هو حلقة أو فيديو خاص بعملية الاستحواذ اللي بتتم من الشركات الكبيرة على الشركات الناشئة، ممكن أنت طبعا تشاهد هذا اللي هو الحلقة، وأنا هحط طبعا اللي هو رابط هذه الحلقة في وصف الفيديو، ممكن أنت تطلع عليه وتشوف اللي هو كمية الاستحواذات اللي بتتم من الشركات الكبيرة على الشركات الناشئة وكيف هم بضيفوا نقل نوعية لأداء هذه الشركات. بالنسبة للخطوة العاشرة فهي أهم المستجدات والأحداث التي تتجه إليها الأسواق العالمية والأسواق الجديدة. فعند الرجوع للوراء 30 عام فنجد أن الكثير من المنتجات والسلع لم تكن موجودة نهائيا، واليوم هي موجودة. يعني خلينا لو إحنا تتبعنا المستجدات والترندز العالمي لأين تتجه الخدمات والمنتجات الجديدة المستحدثة، فممكن إحنا نبتكر سوق جديد أو خدمة جديدة أو منتج جديد لشركتنا، ممكن أبدأ فيها مشروعي الخاص أو أوسع من خلال شركتي الخاصة. وهذا طبعا ما نسميه باستراتيجية السوق الأزرق، واللي إن شاء الله هنتناولها بشكل مفصل وعلى شكل كورس في قناة 10 minutes، اللي هي هنتناولها استراتيجية السوق الأزرق وأهم مبادئها وأهم مؤشراتها واللي أنت ممكن تستفيد منها لغزو الأسواق الجديدة وابتكار المنتجات والسلع الجديدة إن شاء الله تعالى. وخير مثال على ذلك هو سوق أزرق جديد، هو برامج مكافحة الفيروسات والتي لم تكن موجودة قبل 30 عام. يعني سوف تلاحظ أن الكثير من الشركات والكثير من الأفراد يلجؤون إلى شراء هذه البرامج بأسعار خيالية حتى يحموا بياناتهم وبياناتهم الخاصة، بالإضافة إلى بيانات الكاستمرز الخاصين بهم. عشان هيك لازم إحنا دائما نبحث في الترند والمستجدات الجديدة، لأنها ممكن تكون باب رزق جديد أو فكرة جديدة. الخطوة 11 هي شراء حق الامتياز أو الفرانشايز، وهذه طبعا من أسرع الطرق للشهرة والنجاح في عالم الأعمال، حيث أنك تنظر إلى السوق المحلي وتنظر إلى السلع الغير متوفرة أو المنتجات، وبالتالي بتعمل على شراء فكرة معينة بدلا من ابتكارها، ومن خلال هذه الفكرة ممكن تحقق ملايين الدولارات أو مبيعات بالملايين جراء اللي هو نقل فكرة من السوق العالمي إلى سوقك المحلي. طبعا وهذه يعني تعتبر من أشهر الطرق للنجاح والشهرة والثراء في العالم، يعني لأنه أنت ما بتحتاج إلى تكلفة الابتكار أو التفكير في ابتكار منتج جديد، إنما المنتج جاهز أو السلعة جاهزة، ما عليك إلا أن تشتري حق الامتياز وتبدأ ببيع هذا المنتج الغير متوفر في بلدك. الخطوة 12 أعزائي المشاهدين هي استغلال المناسبات أو الأحداث الموسمية. فكثير من البائعين أو الشركات يعني بيستثمر هذه المناسبات لبيع المنتجات الخاصة بهم، مثل يعني المواسم أو المناسبات الوطنية، مواسم انعقاد المونديال، المناسبات الرياضية أو الفنية، وبيبيعوا هذه المنتجات وبيحققوا منها ملايين الدولارات، خصوصا البيع أونلاين لهذه المنتجات. ودعونا نضرب مثال بسيط على بيع الأقنعة في زمن انتشار مرض الكورونا. كثير من الشركات استغلت هذا طبعا المرض وانتشاره في العالم، وباعت وحققت ملايين الدولارات جراء بيع هذه الأقنعة في زمن انتشار الكورونا. وبختم حلقة أعزائي المشاهدين بعدة نصائح وتوصيات. التوصية الأولى وهي الشرط في نجاح فكرتك ليس هو مدى شغفك أو حبك لهذه الفكرة، وإنما أيضا مدى عشق جمهورك لها، وهذا الشرط الأول. النصيحة الثانية أعزائي المشاهدين، حاول أنه أنت تركز على إنتاج خدمة معينة، إنتاج سلعة واحدة، وركز من خلال هذه السلعة على فئة أو شريحة واحدة، أيضا فئة عمرية معينة، منطقة جغرافية محددة. حاول أنه أنت تبدأ دائما بالتدريج، تبدأ من اللي هو الأساس، بعد هيك ممكن تتوسع، يعني احتمالية التوسع والنجاح بعدك تأتي لاحقا، ولكن ابدأ صغيرا أو ابدأ بمنتج واحد وركز على فئة واحدة، وبعد ذلك تدرس اللي هو مدى احتمالية النجاح والتوسع. النصيحة الثالثة أعزائي المشاهدين، حاول أن تبرمج فكرتك أو مشروعك أو منتجاتك على شكل أونلاين بروجكت.
لانه زي ما انت بتلاحظ اليوم من انجح المشاريع على الاطلاق في عالمنا اليوم هو المشاريع اونلاين، خصوصا في زمن انتشار الوباء الكورونا او في يعني غيره، لانها تعتبر من انجح الطرق والوصول الى الزبائن عالميا، واللي ممكن يدر عليك ارباح بالملايين نتيجه انه انت بتستهدف اللي هو كل الناس في العالم وليس فئات او شرائح معينه. وبالتالي دائما فكر انه انت تبرمج مشروعك او منتجك او خدمتك اونلاين لكل الناس. ويمكن بعرج على هذا القول انه كثير من الشركات اصبح موظفيها يعملون عن بعد، خصوصا الشركات العالمية او الشركات حتى المحلية اعتمدوا اللي هو العمل عن بعد، خصوصا في ظل انتشار وباء الكورونا، عافانا الله واياكم من هذا المرض. أعزائي المشاهدين، هيك أنا بكون وصلت لنهاية حلقتي لهذا اليوم، بتمنى أن الحلقة تنال إعجابكم. طبعا ما تنسوا الإعجاب والاشتراك في قناتي ونشر هذه المعرفة والعلم لغيركم من الناس. بشوفكم في الحلقة القادمة، ولا تنسوا طبعا متابعتي على حسابي على يودمي إن شاء الله، يعني أنا حرفع لكم اللي هو دورة جديدة إن شاء الله قريبا على يودمي، وهي كيف تنشئ دراسة جدوى في 90 دقيقة. تابعوا هذا الحساب وإن شاء الله يعني حنكون مع بعض في التطوير المستمر للمحاضرات وللدورات اللي إن شاء الله حتكون من خلال 10 minutes. وبختم حديثي بقول الله عز وجل: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بشوفكم في حلقة قادمة وأنتم بكامل الصحة والعافية إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.